النهارده يا استاذ ياسر بيتم تكريم حضرتك من اسره جريده الاخبار اللي حضرتك احد ابنائها وكنت رئيس تحريرها في يوم من الايام. ده في الاول بيمثل لحضرتك ايه النهارده؟ ده بيمثل طبعا فخر وشرف، لكن بيمثل مسؤوليه اضافيه ان ربنا يعني بدعو من ربنا انه يقدرنا ويقدر كل اسره اخبار اليوم ان احنا نقدر ننهض بمؤسستنا باصداراتها وقطاعاتها بحيث ان احنا يعني نحقق الامل اللي بنتمناه، يبقى عندنا صحف طليق بعراقه اسم اخبار اليوم، ويبقى عندنا نهضه اداريه ونهضه ماليه في المؤسسه، ونقدر نعمل المشروعات اللي احنا بنتمناها. استاذ ياسر، تقريبا مر على تعيين حضرتك كرئيس مجلس اداره للاخبار اليوم اسبوعين او ثلاث اسابيع، ايه المشاكل الملموسه اللي حضرتك حطيت ايدك عليها؟ 14 يوم بالظبط، انا بقى لي 14 يوم النهارده. المشاكل بالدرجه الاولى هي مشكله سيوله، سيوله ماليه علشان نقدر نوفر مستلزمات الانتاج من ورق واحبار، ونقدر ندفع الاقساط اللي مطلوبه، ونقدر ندفع يعني المصاريف الخاصة بالكهرباء وبغيرها، نقدر ندفع التأمينات، نقدر ندفع الضرائب، في نفس الوقت نوفر المرتبات الزملاء، لأن في وضع اقتصادي سيء في البلد كلها ألقى بظله على حصيلة الإعلانات في كل الصحف وفي التلفزيونات وفي الويب نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي. في نفس الوقت أن الإصدارات الصحفية كلها بما فيها إصدارات دار أخبار اليوم ليست على المستوى المأمول، فانخفض توزيعها، رغم ان صحف اخبار اليوم او الاخبار واخبار اليوم تحديدا ما زالت تتصدر الصحف اليوميه، انما ليست على المستوى الذي نتمناه والذي يجب ان تكون عليه صحف اخبار اليوم. قريبا ان شاء الله عندما ننهض بكل هذه الاصدارات سوف يعني يرتفع التوزيع، سوف نتمكن من رفع سعر الصحيفه الواحده بما يتناسب مع تكلفتها العاليه جدا، لان سعر بيعها اقل من ثمن من سعر تكلفتها، من يعني سعر البيع اقل اظن يمكن بحوالي اكتر من 30 ل 70 قرش عن ثمن البيع. يعني اخبار اليوم سعر بيعها بجنيه ونص اقل من تكلفتها ب 70 قرش، الاخبار سعر بيعها بجنيه اقل من سعر تكلفتها باكتر من 30 قرش. فاحنا بنحاول زي الصحف الخاصه ما ارتفعت بسعر المطبوع، مع ان احنا بنوفر القارئ محتوى افضل وشكل اكثر تطورا بتناسب مع ان اخبار اليوم هي رائدة التطوير في الصحافة العربية، ده هيمكننا من زيادة ايراد التوزيع، ومن ثم مع زيادة التوزيع زيادة ايراد الاعلانات. في اتجاه لان في اصدارات بتخسر ورقيه، في كان في اتجاه في ايام مجلس الشورى لتحويل الاصدارات دي لاصدارات الكترونيه، هل ده مطروح في الفتره الجايه ان ممكن في اصدارات ورقيه تتحول لاصدارات الكترونيه؟ لا، الحقيقه انا بعتبر ان الحاجه زي كده دون يعني محاوله ده فشل صحفي، لاني شايف ان مهمتنا هي رفع مستوى كل الاصدارات علشان تقدر تتعادل في تكلفتها في سعرها مع تكلفتها الاقتصادية او في ايراداتها مع مصروفاتها، وفي نفس الوقت ان احنا نحقق، احنا كان عندنا الصحف دي بالذات اخبار النجوم واخبار الحواس واخبار الرياضة كانت معدلات توزيع عالية جدا وكان ليها ارباح يعني معقولة، فانا عندي خطة لتطوير كل هذه الاصدارات دون وقف اي اصدار منها بما فيها اللواء الاسلامي والمسائية واصدارات اخبار اليوم التقليدية المعروفة المتخصصة، بالاضافة لجريدة الاخبار اليومية وجريدة اخبار اليوم الام بالتعاون مع كل الزملاء ومع رؤساء التحرير. انما البوابة الالكترونية انا طموحي كبير جدا ليها، ودي انا بعتبرها يعني من الاولويات الاولى. احنا اخبار اليوم المفروض البوابة تبقى ليها مركز متقدم كثيرا وتنافس على المركز الثلاثة الاولى بين المواقع الصحف او بين البوابات اللي بتصدر عن مؤسسات صحفية سواء كانت خاصة او قومية. وبنفكر انا عارف الموارد البشرية عندنا هائلة في اخبار اليوم، وفي البوابة في مجموعة من الشباب مجموعة ممتازة، نعيد تنظيم البوابة وتطويرها وتوسعه نشاطها، عندنا الفضاء الإلكتروني متسع، وفكر في منظومة الديجيتال كلها في أخبار اليوم، الفيديو مع البوابة مع الاس ام اس مع المواقع الصحف مع بوابات متخصصة أخرى،
يعني ان شاء الله ده هيبان المتصفح على شبكة الانترنت، هيبان ان شاء الله قريب جدا. نقول تقريبا الخطة اللي حضرتك حاططها تبتدي تنفذها من امتى؟ انا الخطة العامة احنا دلوقتي ماشيين في خطة عاجلة مالية، نشوف مستحقاتنا عند الغير بالذات مع الدولة، بقول مستحقاتنا مش دولنا كمان، يعني لينا مستحقات للأسف هنجيبها. في أيضا الخطة بالنسبة لتطوير الإصدارات هنبتدي على الورق لحد ما تنتهي التغييرات الصحفية، إذا كان في تغييرات في بعض المواقع، بحيث إن احنا نبتدي من لحظة تولي رئيس التحرير الجديد لكل مطبوعة أو مع رئيس التحرير الموجود إذا كان هيستمر، ونبتدي خطة تطوير سريعا، وأنا أتمنى إن ده ما يتأخرش عن شهر. بالنسبة للبوابة هنبتدي من الأسبوع القادم إن شاء الله، ونشوف اللي مطلوب بالضبط من الناحية التقنية، ونشوف إعادة تنظيم البوابة والدعاية ليها، لأن مش بس إنها يجب أن تكون متطورة، لازم تلاقي ليها دعاية لائقة على صحف أخبار اليوم وفي التلفزيونات وكده. طيب حضرتك النهاردة في أثناء تكريمك كلمت عن في مشكلة كانت في المرتبات، مشكلة في الأرباح، إن في بعض الإصدارات طبعا ما بتحققش مكاسب، وفي نفس الوقت الموظفين والصحفيين بيطلبوا أرباحهم السنوية. شايف هيبقى في حل لمشكلة الأرباح إزاي السنة دي؟ كل اللي قلته لحضرتك ده إحنا يعني وفيه طبعا في خسائر ضخمة في العام الماضي، في اخر 18 شهر بالذات خسائر ضخمه جدا، احنا بنحاول ان احنا ان شاء الله وربنا يوفقنا ان احنا نقلل لحد نهايه، طبعا الميزانيه بتنتهي في 30/6، احنا قدامنا حوالي 5 شهور اهو، نحاول نحد من الخسائر اللي كانت موجوده عن طريق كل اللي انا قلته لحضرتك، ونبتدي العام المالي الجديد بتعشم باذن الله ان احنا نعمل طفره في تحقيق ارباح باذن الله، في حسن إدارة واستغلال الأصول للمؤسسة خاصة فيما يتعلق بالعقارات، والنظر المستقبل في احتياجاتنا إزاي إن احنا يبقى عندنا خطة لمدة السنوات الستة القادمة حتى 2020 بتواكب المتغيرات المتوقعة في صناعة الصحافة والإعلام. شوف احنا هنقدر نرتاد مجالات جديدة زي مثلا البس الإذاعة على FM من خلال شركات أخبار اليوم، زي الاستديوهات الإنتاج الإعلامي والبس التلفزيوني، إدارة الأصول اللي تابعة لشركة أخبار اليوم الاستثمار، ودي تمتلك أخبار اليوم أكثر من 98.5% منها، تمتلك مؤسسة أخبار اليوم منها النسبة ديت، إن احنا نحسن استغلالها بالإجراءات القانونية المتبعة وأفكار غير تقليدية عن طريق الشراكة، لأن التمويل الذاتي صعب جدا، ونفكر بعد كده في ان احنا ازاي نزيد من حجم وصولنا، اذا كنا بنتكلم على المطابع الجديدة سواء كانت تبقى في اكتوبر او هيبقى هنا في شارع الصحافة، تحسين وتحديث المطابع التجارية وهكذا. اخيرا طلب او كلمة يوجهها استاذ ياسر للعاملين في المؤسسة كلها؟ اقول لهم المشاكل صعبة، مفيش حاجة مستحيلة، احنا قادرين على صنع ما يظن البعض انه مستحيل، احنا ايدينا في ايدين بعض، انا واثق فيكم وارجو ان تكونوا بتبادلوني نفس الثقة. تطوير إصدارات اخبار اليوم دي شغلتنا، تطوير مؤسسة اخبار اليوم ده دورنا وواجبنا، احنا قادرين ان شاء الله هنتمكن.